ولا الخطوة هذه جاءت في إطار سلسلة من الخطوات اللي قام بها ديوان الملكية العقارية. في مرحلة أولى أشرع في الرقمنة وأشرع في إمكانية الاطلاع على الرسوم العقارية عن بعد، ثم أمشى في خطوة ثانية وهي التبادل البيني للمعلومات مع ديوان، مع السجل الوطني للمؤسسات، مع بلدية تونس، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واليوم الخطوة الثالثة والتي تتمثل في إمكانية استخراج عديد الشهائد من الموقع الإلكتروني للديوان وهو cpf.gov.ca. شنو هي الخدمات هذه؟ هي شهادة الملكية، شهادة اشتراك في الملكية، شهادة في الاستقصاء، شهادة في مراجع ترسيم عقد، شهادة في التسجيل. مختلف الشهادات هذه إلى جانب النسخة المجردة من الرسم العقاري يمكن استخراجها عن بعد وتكون مختومة بختم إلكتروني. يعني ما عادش نكون مستحقين أن نتوجه بصفة مادية للإدارة باش نستخرج الشهادة هذه، نجم نستخرجوها عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للديوان. فيها كل هو بالنسبة للكلفة هي نفس الكلفة متاع الخدمة التي يقع إسداؤها مباشرة في الشبابيك الديوان. يعني شهادة الملكية 20 دينار، 20 دينار مش تقعد هي نفسها، سواء أنك مش تتوجه بنفسك للديوان وإلا تطلب الخدمة هذه عبر الموقع الإلكتروني. لكن هذه شنو مش يخولنا؟ يخولنا أنه معناتها نربح الوقت، نربح يعني حتى التوجه، نربح معناتها كلفة التنقل إلى مختلف الشبابيك هذه، ويمكن الاطلاع على الخدمات هذه عن بعد. الديوان الملكية العقارية من خلال الخدمات اللي قدمها هي مشغولة للإشهار، إشهار الملكية، وهذا يدخل حتى في دول البزنس أنه معناتها تحسين خدمات الانتقال الملكية معناتها ورقمنتها يحسن ترتيب تونس في الترتيب العالمي هذا. هو معناتها بالطبيعة، لأنه وقت اللي مختلف الهيكل اللي تخدم على مقاومة الفساد تكون المعلومة هذه مشهرة وبطريقة إلكترونية، مش يسهل العمل نتاعها ويسهل الاطلاع على المعلومة.